قبل ما نتكلم عن سلمان رشدي عايز اقول لكم بس في المقدمه ان في اعلامي كده بيطلع على برنامج كده طلع امبارح لمده حوالي ساعتين ونص او حاجه زي كده ما بيتكلمش بس غير عن الساحل الشمالي وكأن مصر كلها ما فيهاش غير الساحل الشمالي والفلل اللي ب 100 مليون واللي ب 70 مليون وهو طبعا عارف بيتكلم ازاي وحريف في الكلام فبيعرف ان هو يرمي الكلام من غير ما يبين ان هو يقصد لمده ساعتين ونص طلع يستفز في الشعب المصري من المعروف ان هو اتقال له قول كده علشان يستفز الناس كده وكده وان اللي قال له متغاظ عشان الموضوع اللي هو كده كده ما الحقيقه ما وقفتش على حد كده كده ولا ايه سايب كل المشاكل اللي في مصر كلها وكأن مصر ما عادش فيها اي مشاكل غير ان احنا بس بنتناقش عن موضوع الساحل الشمالي سايب كل مشاكل العالم والاحداث الساخنة اللي بتمر في العالم قضايا المناخ اللي العالم دلوقتي كله بيتكلم عليها حرب روسيا واوكرانيا الازمة اللي موجودة ما بين الصين وتايوان موضوع ترامب والوثائق اللي عصروا عليها داخل البيت بتاعه سايب كل حاجة وبيتكلم في الساحل الشمالي طب ابسط الامور حتى ما طلعش واتكلم في الموضوع اللي انا طالع اتكلم مع حضراتكم فيه النهارده وهو سلمان رشدي ومحاوله الاعتداء على كاتب روايه ايات شيطانيه السلام عليكم معكم اخوكم محمد عاصم واهلا وسهلا بيكم في القناه ان شاء الله تكونوا بخير وبافضل حال وبشكر الناس اللي حضرت امبارح البث المباشر ودعمتني على البث المباشر بشكركم جدا جدا وان شاء الله يا رب اكون دايما عند حسن ظنكم النهارده بتكلم معاكم عن محاوله اغتيال او مقتل سلمان رشدي من المعروف طبعا ان سلمان رشدي يعني ناس كتيره قوي من حضراتكم عارفينه لان هو صاحب روايه ايات شيطانيه سلمان رشدي هو اتولد في مومباي في الهند وهو اصلا من كشمير اتنقل حياته كلها وكان عايش في انجلترا لفترة طويلة جدا ولكن هو هندي الاصل وطبعا لان هو كتب الروايات هو بيكتب روايات على فكرة حلوة جدا بغض النظر عن ايات شيطانية يعني هو ككاتب روائي هو رائع جدا جدا وانا بتكلم هنا من ناحية كتابته الروائية ولكن هو رابع رواية كتبها وهي رواية ايات شيطانية كان كل عمال بيتكلم عن سلمان رشدي ايات شيطانية ايات شيطانية سلمان رشدي يعني ناس كتيرة معظم الناس من بيهاجموه بيتكلموا على ان هي رواية ذات وذات وذات اول حاجة في ناس كتير ما تعرفش ان هي رواية في ناس معتقدة ان هو كتاب وبينتقد فيه القرآن فسماه ايات شيطانية لا هي رواية اساسا يعني عبارة عن طيارة على ما افتكر انها كانت باين بتتحرك من لندن ورايحة على الهند وفي مجموعة ارهابية هتفجر الطيارة فالمهم الطيارة حصلت خناقة ما بينهم جوه الطيارة فهما انفجرت ففي اتنين ابطال قصة وواحدة تقريبا هو خلط في كتاباته واسلوب الروايه هو عملها كده ان هو بيجيب لك ما بين الحاضر وما بين الماضي وان في واحد وهو بيقع ابتدى يفتكر سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم سيدنا محمد وبعض الصحابه وافتكر ان سيدنا محمد هنا حطه في شخصيه مهوند ومن الصحابه مثلا زي ابو سنبل اللي هو ابو سفيان وهند بنت عتبه ويكلمك هنا شويه ويرجع لك بالتاريخ لورا ولكن خليني اقول لك ان اول حاجة لما تيجي تتطرق لها الرواية في حد ذاتها انا مش طالع النهاردة عشان ادافع لك عن الرواية لا بس عشان بوضح لكم النقطة الرواية في حد ذاتها هي النسخة العربية غير النسخة الانجليزية غير النسخة زي ما كتبت غير ما سلمان كتبها اصلا اللي ترجم العربية عمل تحريفات كتيرة دي رقم واحد وامام حضراتكم هنا دي التحريفات او جزء من تفصيلة التحريفات اللي عملها اللي ترجم الرواية عن ما هو كتب ولكن ده برضو ما يمنعش من ان سلمان رشدي تطاول على سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم في بعض النقاط اللي هو سواء يقصدها او ما يقصدهاش من خلال ما يقصدهاش ان هو من خلال ان هو عامل ادبيات ولكن مثلا على سبيل المثال سلمان انا متذكر ان هو في الرواية في وقت من الاوقات بيدعو الى وحدانية لله وبيقولها كده صراحة ان لا اله الا الله وفي نقاط اخرى برضو من الرواية بيتكلم عن تعدد الآلهة وفي نقاط أخرى برضو كانت في الرواية بينكر وجود الإله تماما ولكن اللي حصل أمس إن كانت في نيويورك وهو المفروض سلمان رشدي طالع في
قاعة والمفروض ان ليها حجز، وان القاعة ديت بيتكلموا عن دور امريكا في حماية الادب والادباء، والمفروض ان في شاب اسمه هادي مطر. الشاب ده لبناني الاصل، عايش اصلا في ولاية نيو جيرسي، وهو عنده 24 سنة كان سامع الى الخميني. الخميني في سنة 88 لما سلمان رشدي طلع الرواية، طلع الخميني وهو كان خلاص بيطلع في الروح، واعلن وطلع فتوى ان لازم يهدر دمه هو والناشرين بتوع القصة. وكأن يا جماعة فكرة اهدار الدم دي، عشان بس نبقى واضحين، فكرة عقيمة جدا. فكرة اهدار الدم، شخص مثلا بيدعو الى اهدار دم شخص بيكتب اي كلام، او واحد بيسرد، او واحد بيقول رأيه، وانا طلع فتوى بإهدار دمه، فده تلاعب بالشعوب وتلاعب بالعقول. فكرة بتنم أصلا عن عدم وجود حجة، إن أنا عشان أهدر دمك أساسا أنت طلعت وكلمت عن حاجة أنا مؤمن بيها، عن دين، عن فكرة. لما أجي أرد بيك ما ردش أقول إن أنا أهدر دمك، لما أجي أرد أرد بنفس الفكر. يعني على سبيل المثال، ما ننكرش ان احنا عندنا في اليوتيوب في بعض الملحدين على اليوتيوب المعروفين اللي قنواتهم متخصصة في كده، وفي برضو ناس متخصصة في ان هم بيطلعوا بيردوا عليهم لانه بيرد عليه بالحجة. فهو دايما يا جماعة دي لغة الحوار، ان انت بتتكلم معايا بشيء وانا برد عليك بالحجة وبالمنطق. انا عندي منطق، انا عندي رأي وثابت عليه وواثق منه، يبقى برد. لكن ضعيف الحجة فكرة اهدار الدم ومعرفش ايه، دي فكرة عفى عليها الزمن من القرون الوسطى. ولكن اللي حصل ان الشاب اللبناني ده اللي هو اسمه هادي مطر تنكر وعمل لنفسه شخصية اسمها حسن مغنية، وهو كان واخد اسم مغنية دوت من برضو احد قادات حزب الله، كانت اغتيل من فترة طويلة. وحسب الكلام ان المفروض ان هادي مطر خد الفتوى بتاعت الخميني باهدار دمه، راح مسك السكينة، ولولا ان هو حاول يبعد كمان سلمان رشدي لورا، ده هو كمان رجع لورا وسدد له ما يقرب ما بين 12 و15 طعنة، منهم طعنة كانت في الرقبة. الأمر اللي خلى الناس كلها تقوم ماسكاه لما تلمت بقى الناس حواليه في الستيج، وراحوا ماسكين سلمان وراحوا مرافعينه لفوق علشان الدم ينزل على مخه، وجت الطيارة وخدوه بالطيارة الهليكوبتر على المستشفى على طول. وواضح جدا من الرأي والتحاليل ان هو حصل له قطع في العصب المسؤول عن احد الاذرع، وان هو هيحصل له عمى على الاقل في عين من العيون. وهناك طبعا لان هو سلمان رشدي حصل على الجنسية الامريكية ومواطن امريكي، فبالتالي طلع مستشار الامن القومي في البيت الابيض، بان هو مواطن امريكي طلع اتكلم على ان اللي بيحصل ده عمل شنيع جدا، تعاطف الرئيس ماكرون. بل مش كده وبس، سلمان رشدي بقالنا كتير جدا ما سمعناش عنه، رغم ان هو اخر رواية كان عاملها في سنة 2019. انت اللي حولته بالشكل ده الى بطل، كان ممكن ببساطة انك انت ترد عليه وخلاص، ولكن انت اللي حولته البطل. دي يطلع لك بقى ناس يعملوا، يحبوا يعملوا بقى فيها الأذكياء، يقول لك ده شغل مخابرات. اي واحد مثلا اسمه محمد مرندي، محمد مرندي ده هو المسؤول عن التفاوض في الشأن والملف النووي الإيراني، وهو المسؤول عن الموضوع ده. عمل تويتة يقولك أنا ما بكيش على واحد أساسا زي سلمان ده، وهي صدفة إن تطلع أمريكا دلوقتي تطلع محاولة اغتيال بولتون بتاع مستشار الأمن القومي، وصدفة إن واحد زي مطر إن هو يجي ويقتل سلمان رشدي دلوقتي. في ناس عندها نظرية المؤامرة، ولكن أنا عايز أسأل سؤال، لما انتوا بتقولوا ان اجهزة المخابرات هي اللي ورا دي، هادي مطر ده مش مسلم؟ وهادي مطر ده اللي حاطط صفحة الخميني على صفحته الفيسبوك؟ وهادي مطر ده اللي هو موجود حد مسكه كده بالعافية وخلاه يروح يقتل سلمان رشدي؟ بلاش كده. هل المخابرات المصرية مثلا هي اللي دعت الارهابي اللي حاول ان هو يقتل الكاتب والروائي نجيب محفوظ؟ هل المخابرات المصرية هي اللي خلت المجرم الإرهابي اللي يقتل الله يرحمه فرج فودة، الله يرحمه نجيب محفوظ، والله يرحمه من الناس الكتاب، هل المخابرات هي اللي كانت بتدعو الناس، ولا الناس دي هي اللي شايفة ان استخدام القتل واهدار الدم هي اللي تنفع مع اصحاب الفكر؟ للأسف الشديد بنلقي دايما الحجة ونلقي دايما الكلام على ان اصل اجهزة المخابرات هي اللي بتعمل ده، في ناس عايزة تشوه ديننا. لا، مفيش حد على فكرة عاوز يشوه ديننا خالص غيرنا احنا، اللي مننا فينا هي اللي بتشوه ديننا. الناس برة مش فاضية للكلام ده، الناس برة متقدمين يعني بالعقل كده، هي ناس مش برة بالعقل. انت
عمرك بتشوف واحد عايز يهاجر هجرة غير شرعية لبلد من بلادنا؟ ولا هما كلهم بينطوا في البحر علشان يروحوا هناك؟ ليه بيروحوا هناك؟ عشان شايفين البلاد العلمانية من وجهة نظرهم دي بلاد احسن، مستوى الدخل احسن، الحرية فيها احسن، كل حاجة فيها بين وجهة نظره احسن. في بعض الناس تفكرها كده. واحد زي هادي مطر، هو او اهله راحوا امريكا ليه؟ المفروض ان هما راحوا امريكا عشان شافوا من وجهة نظرهم ان امريكا احسن من وطنهم، وبالتالي مستوى الدخل ومستوى الحياة والمعيشة افضل. يعني انت سبت بلدك عشان تروح هناك، فبالتالي انت لما تحب انك انت معتنق دين او معتنق فكرة لازم انك انت بترد بالحكمة وبالموعظة وبالاسلوب الحسن. دي حاجة. الحاجة التانية ان اصلا الغرب على فكرة في كتاب كتير بيهاجموا الدين الاسلامي وروايات بتهاجم الدين الاسلامي. اشمعنا سلمان رشدي اللي اختاروه؟ انت اللي مؤمن دايما بنظرية المؤامرة. سلمان رشدي عنده 75 سنة، فاحنا هنقول بقى اجهزة المخابرات هي اللي عملت عشان مقاطر الملف النووي الايراني، ولا اجهزة المخابرات عملت كده علشان يقولوا بصوا ده خلاص هو كده كده هيموت، ولكن قبل ما نموت نستغل نهاية عمره ونقول بصوا الدين الإسلامي؟ لا، ما هو محدش مسك واحد زي مطر ده وقال له اعمل كده. الكلام ده بيصدر مننا يا جماعة. انا بشوف ناس، يعني هو انا لازم عشان ابقى غيور على ديني ان انا اقتل؟ اهو اصبح واحد زي سلمان رشدي بعد ما اسمه كان مختفي تماما اصبح بطل، واصبح بطل وزود احتقان وكراهية ونظرة سيئة تجاه المسلمين اكتر واكتر في الخارج. انا نفسي بجد ان احنا نوصل في مجتمعنا العربي ان احنا ما نبقاش عندنا لغة التخوين ولغة ان انا لما احب ان انا اكذب واحد ان انا اقول عليه ده كافر وملحد وخلاص، او ان انا اتكلم على واحدة اطعنها في شرفها. نفسي ان احنا نرتقي عن الاسلوب ده، ان احنا نعرف نتعامل مع بعض الفكر قدام الفكر، ما يبقاش ضعاف النفوس وضعاف العقليات واشخاص هم شرازم الخلق هم اللي بيتحكموا في مصائر حياتنا. بشكركم جدا على مشاهدتكم للفيديو. سلام عليكم.